قبل ما اختم معاكم يا جماعة، يمكن رسائل كتيرة جات لي اثناء الحلقة من كثير من الزملكاوية. طبعا في ناس كتير فقد الامل في الوزير، فقد الامل ان هو مش هيعمل حاجة، وفقد الامل في الدولة انها هي بتتفرج. ولكن بعد التصريحات الاخيرة للسيد مرتضى منصور الخاصة بطرد ده وشطب ده ومنع ده من الدخول، وده ما يجيش وده يعمل، ورجع تاني وكأنها تكيته وتكية اللي حواليه، الناس بقيت بتكلم، بتنشد الدولة، بتنشد رئيس الوزراء. يعني ده يدير انتخابات ازاي؟ يعني الناس بعتين اهو بيقولي ارجوك اتكلم، ده يدير انتخابات ازاي؟ يعني يدير انتخابات مبنية على اقصاء الناس وبهدلة الناس وشتم الناس، وان ده يدخل وده ما يدخلش وده يروح وده يجي ازاي؟ يعني ازاي واحد امين على ادارة العملية الانتخابية مع كامل الاحترام والتقدير ليه يطلع يقول انا ده شاطبه، انا ده قرضه، انا ده مش عارف ايه، لو راجل تعالى، لو راجل مش عارف ايه، الراجل يجي، طب ما انتوا مشطوبين، وكلام مش مفهوم. ففي خوف من ان العملية الانتخابية تودينا الى كوارث، لان في عدم نزاهة. ما ينفعش ابدا، يعني كان على مرتضى منصور انه يترفع عن الكلام في مثل هذا الموضوع. انت بتدير، انت لجنه، انت لست مجلس اداره، لازم تحفظ مكانك. انت لجنه، ولجنه جايه بتكليفات. عشان كده كل الكلام موجه لرئيس الوزراء اللي هو خاطبه مرتضى منصور في الدعوه الدعوه الغير شرعيه، أو الدعوة الفاشلة اللي اتعملت للانتخابات واللي طعن عليها الأستاذ ممدوح عباس، وقال لك مجلس وزراء مصر. برضه الناس في نادي الزمالك بيوجهوا كلامهم لمجلس وزراء مصر وللسيد وزير الشباب والرياضة، لازم تكون لجنة محايدة، لأن الراجل مش بينفذ لا التعليمات ولا ماشي على خريطة الطريق والمسار اللي متفق عليه ومرسوم ليه. انه يطلع يشتم ناس ويقول ناس مشطوبين وناس ممنوعين، وهاني شكري ما يدخلش، وهاني العتال مشطوب من عندي، ومصطفى عبد الخالق سيبوا النادي قرفتونا، واحمد سليمان بقى سيبوا نادي الزمالك قرفتونا، وسيبوا مش عارف ايه، وممدوح عباس. هذا الكلام لا يليق، ما دي من المفترض اطراف متنافسه. طبعا ناهيك عن لسه في ناس ما حددتش موقفها من الانتخابات زي الاستاذ هاني العتال، ناهيك عن الاستاذ ممدوح عباس ملوش علاقه بموضوع الانتخابات، ولكن لابد من انك انت تكون مؤدب وانت بتتكلم على الناس دي. وانت كده في خوف وعدم امانه في الاداره السليمه للعمليه الانتخابيه. فانا دين بقول لكم يا جماعه، الناس متخوفه وعايزه لجنه محايده، لا اما يتقال للراجل ده اعمل واحد اتنين تلاته، ويتذكر بالحاجات اللي هو ايه، هو جاي لجنه تدير، ما تاخدش دور اكبر منها. خلي بالك، ولجنه لا ليها دعوه باليفط ولا ليها دعوه، ما انت فرقه السله اتدمرت، فرقه الكره ما عملت لهاش حاجه، كله كلام في اوهام. ما فيش مشكله اتحلت لغايه دلوقتي، واخد الناس لليفط، يفطت عبد العال ويفطت محمد صلاح ويفطت مش عارف مين، واخد الناس في اتون. يعني يا معالي الوزير، ارجوك في عدم امانه وعدم حياديه في اداره العمليه الانتخابيه، مع كامل الاحترام للسيد مرتضى منصور واللي معاه، سب الناس وشتم الناس وعدم دخول الناس النادي ومنع الحملات الانتخابية انها تشتغل بين الاعضاء، كارثة تضرب في نزاهة العملية الانتخابية في نادي الزمالك، تضرب في نزاهة العملية الانتخابية في نادي الزمالك.